ستشكل هذه الورشة فرصة لتعريف المشاركين والمشاركات بالمفاهيم الأساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك انطلاقاً من مؤشرات الأداء الرئيسية وصولاً إلى المؤشرات المركبة الدولية ومتابعة أداء بلادنا في هذه المؤشرات الواسعة الاستخدام، كما ستتطرق إلى مناقشة الخطوات المقبلة اللازمة لتعزيز الفائدة من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أيها السادة والسيدات، لا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للأسكوا على الدعم الذي ما فتئت تقدمه لقطاعنا.